مرحبا بكم في العدد الأول من حصة شاعر ومشاعر على قناة كوتاما تي في التابعة لمديرية الثقافة لولاية جيجل. هو شاعر يحمل في قلبه الجميل ونبضه الأجمل ولغته وشعره صفاء الريف وطهره وبلاغة الكلام، ويحمل في روحه أحلام المدينة وبهجتها، ووطن يتسع لكل أحلام الممكنة. من الطهير كانت الانطلاقة، فمدينة جيجل فمختلف ولايات الوطن. شرف نفسه وولايته وبلده بحصوله على جوائز كبيرة في مصر الشقيقة وتونس والمغرب، وتأهل سنة 2017 إلى التصفيات النهائية لمسابقة أمير الشعراء التي أقيمت بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأجيز بالإجماع من طرف لجنة التحكيم. إنه ببساطة وبافتخار عضو لجنة التحكيم نادي المواهب الأدبي الشهري لمديرية الثقافة لولاية جيجل، ورئيس الفرع الطلابي لرابطة كتاب وأدباء ولاية جيجل، الشاعر الرقيق والمتميز أحمد بوفحتة. مرحبا بك شاعرا وإنسانا. شكرا في البداية أستاذ يزيد على هذه المقدمة الجميلة جدا، وأشكركم على الاستضافة الطيبة في هذه القناة التي نتمنى لها الازدهار بسرعة إن شاء الله. كيف حال الشعر معك وحال النبض هذه الأيام؟ نبدأ من بداية الحلم، كيف تعلمت الحبوة والمشي والشعر والجري في دروب الإبداع؟ بالنسبة للشعر، هو دائما معنا، تارة يضعنا في جيبه وتارة ينسانا في البيت. والنبض كحال هذه الأيام، كحال الشتاء، تارة ماطر وتارة مشمس. حصولك على جوائز أدبية وطنية وعربية، ماذا أضاف لأحمد بوفحتة الشاعر والإنسان؟ الجوائز أظنها يعني شيء مهم جدا في مسيرة الشاعر، لأنها أول شيء تشجعه وتكسبه الثقة، وخاصة أن الجوائز العربية يعني تفتح مجال أوسع للشاعر كي يعني يخرج من قوقعة الوطن، وأن يجد لنفسه مدى أوسع من ولاية أو من وطن، كما أنها يعني تمنحه ثقة أكبر حتى يثبت وجوده سواء محليا أو وطنيا وحتى عربيا. ماذا أضاف لأحمد بوفحتة الشاعر والإنسان؟ امنحنا بعضا من فاكهة الشعر في هذا المقام الجلي. نبدأ كما قال نزار قباني، أنه المعجزة لا تكمن في أن تكون شاعرا في هذا الوطن العربي، ولكن المعجزة الحقيقية أنك لا تكون شاعرا. ربما أخذنا تيار الإبداع لأننا عشنا في وطن يشجع على ذلك. والبداية تكون دائما متعثرة، تكون كحلم أو كرغبة أن تقلد شخصا ما أو أن تقلد فكرة ما، وبالتالي ربما الشعر هو من اختارنا، لأن من يختار الشعر لا ينجح في الأخير. ربما الشعر هو من اجتبانا لنكون مبحرين في فضائه، وبالتالي انطلقت الرحلة بالتدريج، ونحن لحد الآن ما زلنا ولن نصل. اشتهرت هذه الأيام بين طلبة الجامعة عموما وطلبة جامعة جيجل الخصوص قصيدتك الذائعة الصيت في البيس، هل لك أن تذكرنا بها؟ بالفعل هذه القصيدة يعني تفاجأت برواجها، يعني لا أقول كبير ولكن رواج معتبر نوعا ما، حتى تفاجأت بالبعض يحفظها أكثر مني. هي واقعة تقريبا كتبتها ببراءة في بيس النقل الجامعي، وما تحدث خلاله من أمور بين الطلبة، فقلت في البيس كان لقاؤنا ركبت معي، قولوا لحافلة الهوى لا تسرعي. قالت صديقتها أذلك أحمد؟ قالت نعم، صمتا لكي لا تسمعي. في وجهها الذهبي ضاعت أحرفي، سبحان رب الفاتنات المبدع. ونسيت أن الطالبات أمامنا، وغدوت مثل العاشق المتولع، فدعوا عيوني تلتقي بعيونها، ولتتركوها كي تعيش بأدمعي.
آه وصلنا والفراق مقدر والقلب في الطاهير كان مودعي. كلمات ونبض أستاذ أحمد، الطهير، جيجل، الوطن، المرأة، زدنا من عطر كلماتك وإبداعاتك، قل ما تشاء لجمهورك، جمهورك ومتابعيك داخل الولاية وخارجها وحتى خارج الوطن. نقول لكل الأحبة الذين يتابعوننا، ما زلنا نحلم معا، وما زلنا نسعى إلى تأطية الساحة الثقافية والأدبية في الجامعة أو في الولاية معا. دائما دائما نتعاون لنثبت أفكارنا، ربما يعني تصل إلى مدى أوسع مما نحاول أن نصل إليه. نشكرك أستاذ أحمد على رحابة صدرك وحضورك البهي والمشرق بيننا، دمت شاعرا يغرد خارج سرب المعقول من المألوف من الممكن ومن اللغة، ولنا موعد مع جمهورنا الكريم مع ضيف آخر وشاعر آخر في العدد الثاني لحصتكم شاعر ومشاعر على قناة كوتاما تي في. دمتم أحبائي.